الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الأنام حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، ونحن في خير وعافية. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وكنا ولازلنا مستمرين في سلسلة سؤال على البال، وقد تشرفنا فيما مضى بذكر معلومات حول الحديث الشريف المعروف بحديث الثقلين، الذي بحق يعد من عواصم الأمة الإسلامية، بل عصامها الأكبر وفاروقها الأعظم، لأنه جمع بين القرآنين الناطق والصامت، اللذين لا يفترقان طالما أن للكون وجودا حتى يردا على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض. وقد عدت تلك الحلقات أيها الأحبة مقدمة مفيدة لإيجاد إجابات على كثير من أسئلة تجول في أذهان كثيرين من المسلمين، تخطر على بال عدة من إخواننا السائلين، كالحديث المثار بشكل من الأشكال حول العصمة ومعناها. العصمة التي يتبناها كل المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وآله، بمصطلح يحمل تحت طياته عناوين عقائدية عدة. ما المراد من العصمة؟ ولمن العصمة؟ وهل تختص بالمعظم صلى الله عليه وآله؟ ومعروف أن الإخوة الشيعة يقولون بعصمة أئمتهم. هل لهذا الاعتقاد دليل؟ هل يرجع الشيعة في معتقدهم إلى ركن وثيق؟ هل يسع إخواننا أبناء السنة؟ هل يسع إخواننا أبناء السنة أن لا يقولوا بالعصمة للأئمة من أهل البيت عليهم السلام؟ أسئلة تثار ويثار حولها كم من غبار. فما معنى العصمة؟ بالأصل العصمة مفهوم عقائدي عريض حمل على لفظة عربية في بطنها وعلى متنها. فما المراد منها؟ العصمة من مادة عصمة، استعملها القرآن الكريم في عدة من آياته. اللغويون يقولون أن العصمة هي الامتناع والحفظ، فالشخص المعصوم هو المحفوظ أو الممتنع أو الممنوع. فإذا المعصوم يكون له طرفان، معصوم بي ومعصوم عن. أنت معصوم عن الزلل ومعصوم بالله. أنت ممتنع عن الزلل وممتنع بالله. بعبارة أجمل، كل معصوم عن شيء ينعصم عنه بشيء، فمن ترك الرذيلة
والخلل يكون معصوما عنها. ما الذي عصمه عنها؟ نفسه، ربه، دينه، خلقه. إذا صح فيك أن يقال أنت معصوم بخلقك عن الرذيلة، أنت معصوم بالله عن الباطل. المنعة والحفظ والصون هي من معاني العصمة في باب اللغة. والقرآن الكريم استعمل هذه اللفظة بهذه المعاني. حدثنا القرآن عن نبي الله نوح على نبينا وآله السلام، حيث جادله ولده إبان الطوفان، قال يا بني اركب معنا. كان جواب هذا الكافر الفاسق أنه سيأوي إلى جبل يعصمه، أي يمنعه من الغرق. قال سآوي إلى جبل يعصمني. إذن الجبل برأيه وزعمه عاصم له عن الغرق، فهذا الولد الشقي يزعم أنه سيكون معصوما بالجبل عن الغرق. رد عليه أبوه عليه الصلاة والسلام، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. لا عاصم يعني لا مانع ولا حافظ. واستعملت أيضا اللفظة الشريفة هذه بحق النبي المعظم صلى الله عليه وآله، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم تكمل الآية الشريفة وتقول والله يعصمك من الناس. إذن العاصم هو الله. لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله. فمحمد معصوم، اسم مفعول في اصطلاح اللغويين والنحويين. إذن محمد معصوم بمن؟ بالله. عن ماذا؟ عما يريد به الناس. والله يعصمك من الناس. أو كقول سيدة القصر بحق نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله، فاستعصم يعني فتمنع، أي فتعزز، أي فاحتفظ بنفسه. جميل. إذن العصمة للمعصومين، أي لصنف من الكرام عليهم السلام، يعني به من يقول بها، يعني من يقول بهذه العصمة، يعني به أن أناسا عصمهم الله عن الزلل. مفهوم نتبناه، نتمناه، لا نتنكر له، ندين به. بل الأمة الإسلامية كما سيأتينا بعد قليل، الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة المعصومين عليهم السلام. كيف ومن هم؟ هذه المقدمة تصلح للدخول إلى ما نريد. فنقول أيها الأحباب، العصمة لأهل البيت عليهم السلام، يعني للعطرة الذين أوضحنا المراد منهم والمراد بهم، هم أولئك المطهرون الذين كانوا من الناس وليسوا مثلهم، بل هم مثالهم المقتدى والمحتدى به. هم عطرة النبي، هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. ما المراد من عصمتهم؟ أي عصمهم الله عن الزلل، عن الخلل. هل من مبالغة في أن يعتقد المسلمون بعصمة القرآن؟ أليس من أوائل عقيدتنا أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟
وأنه الهدى، وأن الضلال على من فارقه، وأن النجاة مع من كان معه. أليست هذه عقيدة المسلمين؟ بلا شك. وقد كنت قدمت لك أن صنفاً عطف على القرآن بالتمام والكمال، وأنهما لن يفترقا، يعني القرآن وهذا الصنف الكريم لن يفترقا، فينبغي أن يكون المعطوف على القرآن مثل القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أصلا ماذا نريد من كون الشخص معصوما؟ أنه يصلح للاقتداء به؟ أنه لا يجوز خلافه؟ أنه يجب متابعته؟ أنه يجب مطاوعته؟ أن إطاعته إطاعة الله؟ وأن مخالفته مخالفة الله؟ فهل يراد من العصمة غير هذا؟ وإذا كان هذا هو المراد من العصمة، فهل في هذا مبالغة؟ فهل في هذا غلو؟ أصلاً بالأصل، هل يصح أن تستصغر عقولنا وأن تسفه أفكارنا إلى حد أن يقال لك إن الدين على عظمته والإسلام على علو شأنه قد أباح الله عز وجل لكل قائل أن يقول فيه ما يشاء، وأن يشرع كل من يدعي الاجتهاد فيه كما شاء؟ هل تستصغر عقولنا وأفكارنا إلى مستوى أن يقال إن كل صحابي على حق فيما يروي؟ قطعا كلا. لكن بنفس الوقت، هل يصح أن يترك هذا الإسلام بلا عاصم، بلا مانع لأتباعه من الضلال؟ تقول القرآن، أقول اختلفوا فيه، أقول تأولوه، أقول تقاتلوا باسم القرآن، اختلفوا باسم القرآن، فمن العاصم لهم إذا ما اختلفوا في التأويل وفي القرآن؟ فلنكبر الإسلام على قدره، ونرتقي بعقولنا إلى قدره، لنعرف أن من الحكمة عند أبي الحكمة صلى الله عليه وآله لكونه مفارقا للمسلمين أن يهديهم إلى من بعده من بعده، ليكون عاصما لهم إذ يكون معصوما بالله عز وجل. ثم إذا أردت أن تعرف كم العصمة وقدرها وكيفها، فاسأل وتساءل وقل، يعني إذا كان الشخص معصوما يعني هو لا يعصي الله عز وجل، صحيح، يعني إذا كان معصوما هو لا يتقول على الله، صح، كونه معصوما يعني يجب على المسلمين الرجوع إليه، صح، يعني لا يجوز المخالفة عليه، يعني حربه إرادة الله، وسلمه إرادة الله، وبغضه بغض الله، وحبه حب الله، ورضاه رضا الله، وأمره أمر الله، ونهيه نهي الله. إذا كانت هذه لوازم العصمة، فهل في نسبتها إلى أحد غلو؟ لا تحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تجهل. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله قد بين للمسلمين، قد بين للناس، كل الناس، أن شخصا، أن صنفا، أن مجموعة جعلهم الرسول صلى الله عليه وآله هكذا، لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، عدل القرآن،
إذا ما اختلف الناس فيهم وعنهم وعليهم فهم مع القرآن والقرآن معهم. تريد توضيحا أكثر من هذا تدليلا على أن الشيطان والباطل لا يأتيان إليهم، إلى أهل البيت، إلى هذا الصنف تماما، كما أن الضلال والشيطان لا يصل إلى القرآن. فإذا كان القرآن معصوما فما قولك أيها العربي الفصيح، أيها الأخ الصالح، فما قولك بقول النبي صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان. يعني هل نعلم رسول الله كيف يقول؟ جميل. الأخرى: علي مع الحق والحق ضالة العقلاء والحق هدف النبلاء والحق هو الذي يهدي صاحبه والواصلين إليه. أين الحق عندما تضيع الحكمة على الناس؟ الحق علم، علم شاخص، يمشي على قدمين، إنسان يشار إليه بأبيه وأمه. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار. كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله بعد هذا؟ ماذا يريد المسلمون والعرب من خير من نطق بالعربية ممن معه فصل الخطاب؟ كيف يقول؟ بأي نص يفصح النبي عن مراده بأن لا يجوز الخلاف على المعدول بالقرآن، بل يجب إطاعة المعدول بالقرآن؟ أليست هذه هي عبارة أخرى عن العصمة؟ عصمة لماذا؟ لأن العصمة شهادة لحسن سلوك هذا الشخص الذي يحملها. من يدري وما يدري وهل يدري أحد بنفوس أحد، بنفس أحد؟ من يطلع على الطوايا والنوايا والخفايا؟ ومن يدريك هذا زكي تقي أم منافق شقي؟ ما يدريك هذا تصدق وصلى وهذا لا صدق ولا صلى، والفعلان بالمظهر واحد؟ من يدريك؟ الرب يزكي والرب يطلع عباده على عباده، والرب سبحانه وتعالى هو المطلع على الخفايا والطوايا، يسلم أمره لمن لا يدخل الناس في ضلال ولا يخرجهم من هدى. عبر من؟ عبر النبي صلى الله عليه وآله. سأختصر لك الموضوع، سأتلو عليك من بيان رسول الله صلى الله عليه وآله، برسم الحدود، ببيان القيود، بتعريف العصمة، بتعريف المعصومين، بإرجاع المسلمين إلى المعصومين. ولا يقصد إخوانكم الشيعة، ولا يقصد المسلمون الشيعة بكون أهل البيت معصومين غير ما قال النبي صلى الله عليه وآله، وغير ما تظن مما طرحته عليك من سؤال. معصوم يعني خلافه حرام، نعم. معصوم يعني لا يصل إليه الشيطان، نعم. معصوم يعني لا يفارق الهدى، نعم. هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول لي ولك: إذا اختلف الناس ففتش عن علي، صح. إذا احتار الناس فعليك بعلي، صح. ثم أليس من محفوظات المسلمين عن ظهر قلب أن عليا عليه الصلاة والسلام خير أهل الجنة أجمعين؟ لسه مش صار إن الوصول إلى الجنة هدف النبلاء وهدف العقلاء من المسلمين؟ مش هدف الصالحين في صلاحهم أن يدخلوا الجنة كما حدث المولى عز وجل
بأدنى حالاتها من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما بالك بسيد أهل الجنة هناك؟ ألم نتل عليكم قول النبي صلى الله عليه وآله مما يعرفه المسلمون عموما؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ممتاز، وأبوهما خير منهما، الله. الحسن والحسين لا يرتقي إليهما طير وينحدر عنهما كل سيل في الجنة رقيا إلى مستوى السيادة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبين قوسين وليس في الجنة كهول ولا عجائز، وليس في الجنة مرضى، وليس في الجنة طاعن. التعبير بالشباب يعني بالفتوة، لأن الجنة فتية. التعبير بالشباب يعني الحياة بعد الحياة بعد الحياة. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، أفنعقل أو لا نريد أن نعقل؟ طيب إذا كان الهدف 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 دخول الجنة، فتوصيف أناس بأنهم أسياد أهل الجنة مش بيعني المرتبة العظمى وبيعني المنزلة الرفيعة؟ وأبوهما خير منهما، نعم. فإذا ليس من عار أن يعتقد المسلمون ويجهرون بأن عليا عليه الصلاة والسلام هو خير أهل الجنة، أي خير الفاعلين صلاحا، يعني الذي لا تعرف الرذيلة إليه سبيلا، وإلا كيف يكون خير من أسياد أهل الجنة؟ يعني لا يصل إليه الشيطان، يعني لا يكون الشيطان في واد يكون فيه علي، ولا يكون الضلال في جبل يكون فيه علي، لأن عليا لا يقرب إليه الباطل أبدا، لأنه خير من أسياد أهل الجنة. وفاطمة مثله، فقد روت أم المؤمنين عائشة كما ذكرت لكم عن النبي صلى الله عليه وآله وغير عائشة من الرواة أيضا بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وسيدة أهل الجنة، وسيدة أهل الجنة أجمعين، وسيدة نساء الأمة، بحسب تعابير النبي صلى الله عليه وآله المختلفة. فما قولك بسيدي وسيدتي وأسيادي أهل الجنة؟ أفوق هذه السيادة سيادة؟ ما لنا كيف نحكم؟ هل نريد من العصمة غير هذا؟ بس هل لا يجوز أن يعتقد فيهم عليهم السلام هذا؟ بعبارة مختصرة، أن يكونوا عليهم السلام معصومين، يعني يكونون ممنوعين عن الخطأ والخلل. هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله، هل أخبر الله عز وجل أن أهل البيت معصومون عن الزلل، يعني مطهرون عن الدنس؟ طبعا. آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد نصت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وسواهما من الصحابة على أن الآية الشريفة نزلت في خصوص محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. التفتوا إلى مفردات الآية الشريفة: إنما يريد الله، إرادة الله تعالى على نحوين أيها الأحبة. إن الله تعالى إذا أراد إرادة تكوينية، يعني إرادة جعلية، إرادة خلقية، فلا يتخلف مراده سبحانه أبدا. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما لو أرادك ذكرا وأرادك أنثى، أرادك أبيض أرادك أسود، أرادك معافى أرادك أرادك، أراده حجرا أراده شجرا، إرادة تكوينية. والإرادة التشريعية هي القسم الثاني،
الإرادة التشريعية هي إبداء الله عز وجل لك بما يحب، يعني يبدي الله تعالى لي ولك ما يحب ويعبر عنه بالإرادة. أراد الله مني ومنك الصلاح، صح؟ طبعا. أراد الله منك ومني ومنك الهدى. أراد الله مني ومنك الطاعة وبر الوالدين، بلا شك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جميل. إذا يريد الله عز وجل مني ومنك تكوينا، ويريد الله عز وجل مني ومنك تشريعا. الذي لا يتخلف مراده فيه هو الإرادة التكوينية. أما الإرادة التشريعية فهي إبداء ما يريد الله سبحانه، فلك أن تهتدي ولك أن تضل. هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أراد الله مني الهدى فضللت، أراد الله مني الخير فلم أفعل، أراد الله مني الهدى ففعلت، أراد مني الصواب ففعلت. الفعل وعدم الفعل مني ومنك، والله هو المبدي والمريد تشريعا. بأي الإرادتين هذه الآية أيها الأحبة؟ لا يستصغرن عقولكم أحد من منبريين أو معلمين ويقولون إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يعني كما أراد من كل الناس. كلا كلا أيها الأحبة، إرادة إذهاب الرجس إذا كانت إرادة تشريعية فهي لكل الناس، صح؟ صح. لكن ما فائدة التخصيص بأهل البيت؟ يعني إذا كانت هذه هي المرادة فكأن الآية تقول إنما يريد الله منكم الصلاح يا أهل البيت. لا، إنما يريد الله منكم الصلاح أيها الناس. لما تخصيصها بأهل البيت؟ ويطهركم تطهيرا. اتفقت كلمة العلماء على أن الإرادة هنا تكوينية. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يعني إنما جعلكم الله مطهرين من الرجس يا أهل البيت. إرادة تكوينية، جعلكم الله عز وجل طاهرين من الدنس، من الرجس، من الزلل، يعني من العيب المعنوي، يعني من العيب الخلقي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم عفة ومنعة وعصمة وكرامة، لا يصل إليكم الباطل ولا يقرب منكم الشيطان. إذن أن يكونوا عليهم السلام معصومين، يعني أن يكونوا مطهرين من الدنس والذنوب. وإلا كما قال الفخر الرازي في تفسيره، وهو من أكابر علماء إخواننا أبناء السنة، يقول لولا أن المعصوم معصوم عن الزلل والخلل لاجتمع الأمر والنهي. كيف أيها الفخر الكريم؟ لأنه يجب إطاعته بحكم كونه نبي أو بحكم كونه معصوم، واحد. اثنين، وإن لم يكن معصوما فهو يفعل الباطل ويفعل الذنب إن لم يكن معصوما. فالله عز وجل أمرنا بإطاعته على كل حال ومن بعض أحواله الذنوب. طيب الذنب نهانا الله عز وجل عنه، ونهانا أن نتبع أحدا يفعل ذنبا، فكيف نجمع بين أطيعوه ولا تطيعوه؟ يعني إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله عاديا غير معصوم يجتمع الأمر والنهي فيه، مأمورون أن نطيعه أطيع الله وأطيع الرسول، ومنهيون أن نبايعه ونطاوعه على الذنب، لأننا لا نتعاون على الإثم والعدوان ولا تعاون على الإثم. فإذا أمرك بإثم وجب مخالفته، فاجتمع الأمر والنهي. ومن يدريك وما يدريك بأن سلامة في أمر هذا الشخص أو غير سلامة؟ الله عز وجل هو الذي يشير إليك. يعني يجب عليه
تبارك وتعالى بحكم العقول، أو خفف العبارة، من لطفه تعالى علي وعليك بحكم التشريع والدين، أن يأخذ النبي بيد أحد ويقول: أيها الناس، هذا علمكم، أطيعوه، فإن الله زكاه، وإن الله أطلعكم على طواياه. أن يكون أهل البيت معصومون، لأنهم معطوفون على القرآن، كحديث الثقلين: إني تارك فيكم، إلى قوله صلى الله عليه وآله: كتاب الله وعترتي. أن يكونوا معصومين يعني كل هذا. سأذكر الأحاديث تباعا مع مصادرها من إخواننا أبناء السنة، فانتظرونا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.